اهلا وسهلا، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير في امان الله. الى عندك مشكل ديال الحشرات، المخوش الرقيق سورتو، هذاك اللي كنسميوه الفرتطو او الفراشات اللي كيعشوا لك سواء في المجوره سواء تحت البلاكارات اللي كاينين تحت البوتاجي اولا في البلاكار فحال هكذا، اي انواع ديال البلاكارات اللي عندك وفيهم الحشرات وكذلك كتعاني من المشكل ديال الضيق وبغيتي كيفاش ترتبي التقضيه ديالك الشهريه، تبعي معايا هاد لا فيديو غادي تلقاي فيها بزاف ديال لي زاستوس اللي غادي نفعو اليكم الطريقه كالتالي. وبما انه انا كذلك كنعاني من نفس المشكل، عرفتوا دوز الصيف تقريبا كله عندي داك المشكل ديال الفرتطو كيف ما عندي المشكل ديال الحشرات الرقيقه او اللي كنسميوها بالرامود وحشرات واحده اخرى، انا كنمسح وهي كترجع، انا كنمسح وهي كترجع، فبالتالي قررت ان المواد الغذائيه او التقضيه ديال القطاني كذلك الفواكه الجافه وغيرها غادي نديرها في هذا المجر باش تبقى على يدي، اما داك البلاكار غادي ندير فيه حويجات واحد اخرين باش هكذا على الاقل نقاومهم شي شويه، كيف ما انه غادي ندير حتى دي زاسوس اللي غيقضيو عليهم ان شاء الله بصفه نهائيه. اول حاجه مسحت البلاكار مزيان مزيان، باش مسحتو مسحتو بجافيل سيك، اما جافيل سيك اما الخل سيك، هذه لاسوس الاولانيه. ثاني حاجه حولت هذوك لي بواط ديال البلاستيك اللي عندي مجموعه فيهم المونه وتقريبا سال عليا كلشي لانه مع الاخر ديال الشهر، دونك حيدت كلشي عليا عاد باش كنتقضى تقضيه من جديد، بقى لي غير هادشي اللي في القراعي الصغار اولا في بواط صغارين ورديته للجهه الاخرى. ولكن قبل ما نستفو تبعوا معايا شنو غادي ندير. خديت بخاخ ديال الماء، درت فيه كاس ديال الماء مويان، جوج معالق ديال الخل، معلقه ديال الماء الدساج. الخل علاش درت جوج معالق؟ لانه باش يكون كونسونطري، ما تخافوش من الريحه، فبالتالي هي كتقهر بالعكس داك الحشرات اللي كيجيو في القطاني وكنقدروا نجيبوهم معنا من السوق مع التقضيه ديالنا. دونك انا بالنسبه لي بواط كلهم مسحتهم هكذا، ما غسلتهمش لان الا غسلتهم ما غاديش تكون فيهم شي حاجه اللي غتقهر داك الحشرات اللي يقدروا يجيو مع التقضيه. وجبت التقضيه ديالي، دائما كناخذ التقضيه من الرحبه ديال الزرع. وعلى ذكر التقضيه كنتوما ملاحظين يعني ارتفاع الاسعار اللي كنمشيو صراحه، وصلنا لواحد الحاله اللي هي صعيبه، فبالتالي كاين الناس اللي وصلت لحاله معويزه، فعلا حاله معويزه، فقط غير واحد كيساعد واحد، كاين اللي كيساعد اسره، كاين اللي كيساعد جوج الاسر، يعني غاديه الامور غير بالمساعده. على ديك المساعده الناس اللي في خارج المغرب كيبغيو يساعدوا عائلاتهم اولا كيبغيو يصيفطوا لهم الفلوس اولا يبغيو يديروا صدقه او الزكاه ديال العام كيف كنسميوها. دونك الطريقه باش تصيفطوها كاينه لا ميور ابليكاسيون هي تاب تاب سند. اول حاجه غتدخلوا لابليكاسيون ديال تاب تاب سند، غادي تلقاوها في جوجل بلاي في اب ستور، ومن بعد غادي تدخلوا المعلومات الخاصه بكم، نيميرو التليفون وكذلك المعلومات الخاصه بالشخص اللي غادي تصيفطوا ليه في المغرب، السميه والكنيه ديالو كذلك يعني المعلومات اللي كاينه في لاكارت ناسيونال. الفلوس كيوصلوا في الامان عبر كاش بلس اولا الا بغيتوا يوصلوا في لا بنك ديريكتومون افيك ان سول كليك، خاص فقط يكون عندكم حساب تجاري وفا بنك. اون فوا كيصيفطوا لكم فلوس كتافيشا ديريكتومون في لو كونط بنكير ديالكم، هذه الا بغيتوش مثلا تمشيو للكاش بلس. بالنسبه للطوط شونج ديالهم زوين بزاف، كيف ما انه غنخلي لكم كود هنايا، هاد لو كود الا دخلتو غادي تقدروا تربحوا بين 5 اورو حتى ل 10 دولار على حسب الدولار اللي نتوما فيه. الا ما عرفتوش تمشيو للرابط ديال تاب تاب سند، انا غنخلي لكم في صندوق الوصف، غادي تصيفطوا فلوسكم في الامان كيف ما انها مربوحه بين 5 حتى ل 10 دولار، يعني حاجه اللي هي زوينه كيف ما ان الفلوس كيوصلوا في الامان. ودابا غادي نرجعوا لاستوس الثانيه اللي لاحظتوها ربما فاش كنت كنشرح لكم دابا، هو انه درت فلفله مزود، فلفله كتقهر كذلك الحشرات، الا لقيتوا كيفاش ديروا تغرسوها للداخل وديروها حتى الفوق، فانا فضلت انني نديرها الفوق فقط لانه اصلا الحشرات هي كتطلع الفوق ملي كتكون كتطلع الفوق، فبالتالي كانت هذيك هي زعما لا ميور ميثود باش انني نديرها. هادشي بالنسبه للقطاني وكيف ما بالنسبه حتى الفواكه الجافه، لان الفلفله كتكون صايده ما كتكونش يعني ما كتخرجش داك الحروره ديالها، فبالتالي ما تخافوش منها. كاين اللي كيدير الملحه الحيه حتى هي مزيانه، ولكن انا بالنسبه لي ماشي طريقه صحيحه، علاش؟ لانه كتخلط مع القطاني فبالتالي غتعطينا ملوحه وغادي ندخلوه في طريق واحد اخرى حنا في غنى عنها.
الا بغيتو تحافظوا على التقضيه ديالكم مده اطول شويه هو انه تاخذوا لي بواط ديال الزاج، ولكن راهم دايرين الثمن. اما الا كان عندكم مشكل ديال التساع، ما عندكمش كوزينه كبيره، عندكم المجوره صغارين وضيقين، فهنا كنصحكم انه تاخذوا لي بواط على حساب القدر والاستطاعه ديالكم، سواء البليكسي كلاس بحال هادو اولا ديال البلاستيك اولا شنو ما كان، غير ما تاخذوش الحجم ديالهم يكون كبير، فبالتالي كتبقى التقضيه شويه بشويه، ما كتبقاش يعني ما كتقداوش واحد الكميه اللي هي كبيره اولا واحد الكميه اللي هي وفيره. ما عدا الا اختاريتو اولا تقديتو كميه وفيره لانه السوق بعيد عليكم، فغتقسموها على جوج، كميه غادي ديروها في الكونجيلاتور صدقوني غادي تبقى لكم مزيان، وكميه غادي ديروها في العلب ديالكم وغديروها في المجوره. لكن هذا الامر كيخص فقط الفواكه الجافه وبعض انواع القطاني من بعد ما كتشمش اولا كتحمص في الفران، يعني ملي كنشعلوا الفران وكنطيبوا كنطفيوه داك الصهد ديالو كندخلوا فيه بعض الفواكه الجافه او بعض القطاني وكنسدوا عليه، داك الحراره شي شويه كتشد براستها اولا كتشد راسها داك القطاني، فبالتالي كتولي انها غير قابله انها تعفن اولا يدخلوا فيها الحشرات، وبالتالي كنديروها في واحد البلاستيكه اللي هي محكمه الاغلاق وكندخلوها للكونجيلاتور. جربوها وردوا عليا. استيس واحده اخرى هو كل اسبوع ديروا قطن في مجرب بحال هاد المجوره هادو اللي فيهم التقضيه ديالكم يكون فيه الخل، كل اسبوع بدلوا داك القطن اولا كل اسبوع زيدوا فيه قطيرات وتذكروني عليها، كذلك استيس خطيره غتنفعكم وغتجري على كاع الحشرات اللي عندكم في المجوره. سبحان الله القطاني الوحيد اللي ما تلقاش فيها الحشرات، عمرني ما لقيت فيها الحشرات، هي هاد اللوبيا سواء هاد الحمراء او السوداء. بعض الاحيان كدوز عندي اكثر من شهور، 3 شهور 4 شهور، واحد المره باقا نعقل دوزت لي تقريبا 9 شهور او تقريبا دورات لي العام، عقلتش اكزاكتو، ولكن راه ما فيهاش الحشرات، الحس ديال الحشرات. نتمنى انكم تنتوما تجاوبوني في التعاليق، واش سبق ولاحظتوا هذه القضيه هذه ان اللوبيا الحمراء والسوداء هي بالاخص من بين كاع القطاني اللي ما كتخسرش وكطول مده طويله. هاد المجر قررت انني ندير فيه داكشي ديال الالكتروميناجي اللي عندي بحال مثلا هاد لابلاك، وكذلك حتى الماشين ديال القهوه اللي عندي سواء المانيوال اولا هادوك الجوج. دونك اول حاجه مسحتهم باش غادي نحطهم في داك البلاصه، ولكن المفاجاه كانت هو انه نخليكم تكتشفوا. المفاجأة كانت مولاتها هي هاد لاماشين هادي، لأنه كانت عالية بزاف، فبالتالي داك البلان اللي درتو في راسي ما صدقليش، وهادشي هذا كله أنه باش نحاول نتفادى داك الكركبة وداك الروينة اللي كانت عندي في الكوزينة لأنه كنت دايرهم في البلاكار، فبالتالي البلاصة الوحيدة اللي جاو فيها هو المجر التحتاني، وداكشي اللي في المجر التحتاني درتو في المجر اللي وريتكم قبيلة لأنه جات عالية بزاف، وبالتالي ما كانش بإمكاني نديرها الفوق للأسف. فبصراحة هذا هو المشكل اللي كنلقاوه بعض المرات في الكوزينة، وخاصة الكوزينات الناس اللي عندهم كوزينات ضيقين، كنصحكم نصيحة أنه تاخذوا الحد في القد كيف تنقولوا، يعني فقط غير الحاجة اللي غتحتاجوا. هنا كيف كتشوفوا الأواني اللي كانوا عندي ديال البورسلين في المجر اللي كانوا فيه، عفوا اللي رديت فيهم دابا داكشي ديال التقضية ديال القطاني، درتهم هنايا في هذا البلاكار هذا،
دونك حتى يبرد الحال شي شويه وعاد ممكن داك الساعات نرجع كل حاجه بلاصتها. ولكن اللي حدي الان صراحه يعني مرتاحه بهذا التنظيم اللي درتو. هنا هذه علبه ديال الشكلاط كنديرها في البلاستيك والباقي كنديرو هنايا كيف كتشوفوا كنخليه مغلف في الكرتونه ديالو كندور عليه السلوفان وهكذا خملت داك المجرى حيدت فيه داكشي اللي ما تنحتاجش. هنايا كذلك عاوتاني خويت وعاودت من جد وجديد نظفت لانه كيف قلت لكم دغيا كيتكونوا داك الحشرات واخا كتكون يعني في واحد المجرى اللي ما فيهش مواد غذائيه. وهذا لورغانيزاتور هذا كنصحكم به انه تاخذو كاين في ايكيا على ما اظن. المهم انا كنت وصلت به من عند واحد لا مارك اللي كيديروا لي ستيكر وبصراحه بخاتيك كديروا فيه الكاريت ديال الفران كديروا فيه السلوفان كيف ما كديروا فيه البابي الومنيوم وكيبقى كوم اورغانيزاتور ممكن انكم تعلقوا لكن انا ما عنديش فين نعلق فبالتالي كنديروا في المجر. الزيوت مازال كنستعمل الزيوت اللي هي من السما بالزعتر. هذه كيف كتشوفوا ديال الثوم راه سالات لذيذه ألد وحده انا بالنسبه لي كيف ما كاين الزيت اللي دايره فيها الحار. ودابا غادي ندوس المجر اللي فيه كذلك الدقيق حتى هو كيتكونوا فيه الحشرات وكتولي فيه المشكل في الدقيق كيولي فيه في حد ذاته مشكل فبالتالي الا مشينا حتى جبنا عاوتاني الحشرات في الدقيق من البلاصه اللي كنتقداو منها دغيا كيتكاثروا. نفس القضيه درت له حتى هو ولكن درت له الخل السك في الجناب وبعض الاحيان كندير جافيل السك صراحه كينفعني وكيدوم مده اطول على الخل الابيض لانه مجهد اكثر واكثر وكيطرد الحشرات يعني بواحد السرعه رهيبه. هو ما تخافوش منه ما غيدخلش المواد الغذائيه بجميع الاحوال غيبقى فقط غير في المجر. هنا بالنسبه للدقيق كيف كتشوفوا كندير حتى هو فيه فلفله حاره والوراق ديال الرند. كاين ناس اللي كدير الفاني كاين ناس اللي كدير الملحاحيه فانا كنشوف هاد الفاني والملحاحيه يعني غتخلط مع المواد الغذائيه فبالتالي كيف قلت لكم غنوليو في طعم واحد اخر غنوليو عاد في حاجه واحده اخرى خصنا نصفيهم فحنا في غنى على هادشي هذا كله. دزت البلاكار اللي فيه المونه اللي كنحتاجها في الفطور حتى هو ضروري انني ندوز عليه كله لانه من الصيف ما عاودش قصو فدابا مع الدخول المدرسي كنحتاجو كل حاجه تكون مرتبه ومنظمه في بلاصتها بنفس الطريقه وبنفس لاستوس حتى هو نظفتو وعقمتو وعقمت له الجوانب ديالو كذلك حتى العلب اللي فيه. كنتمنى هاد لي تيبس اولا لي زاستوس ينفعوكم ما ترددوش الى عندكم حتى نتوما دي زاستوس اللي تقدروا تشاركوهم معايا او معنا كاملين فينا نستافدوا منهم خليهم ليا في لي كومونتير. وهنا نقول لكم تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. الى اللقاء.